ثانية كلمة دون في النحو العربي تكون ظرفا للمكان منصوبا بمعنى أمام، نحو سار الأمير دون الجماعة. دون ظرف مكان منصوب علامة نصب الفتحة، الجماعة مضاف إليه، بمعنى فوق، نحو السماء دونك أي فوقك، بمعنى تحت، دون قدمك بساط أي تحت قدمك بساط، بمعنى خلف، جلس الوزير دون الأمير أي خلف الأمير، بمعنى غير، ويغفر ما دون ذلك أي غير ذلك، بمعنى قبل، نحو دون النجاح صعوبات، بمعنى بين، حال القوم دون فلان. فهذه معاني دون، وفي كلها هي ظرف للمكان منصوب علامة نصب الفتحة، هي ظرف معرب. تكون اسم فعل أمر منقول عن الظرف بمعنى خذ، تصل بكاف الخطاب، نحو دونك الكتاب. دون اسم فعل أمر مبني على الفتح، والكاف ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، الكتاب مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. تكون بمعنى حذاري، نحو دونك عصياني أي حذاري عصياني، فهنا تكون اسم فعل أمر.